وللحديث أكثر عن جهود الحكومة التركية لإزالة آثار الزلزال الذي ضرب تركيا، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي الأستاذ فراس رضوان أغلو. أهلا ومرحبا بك. مرحبا، تحياتي لكم. تحياتي لك. لم تنتهي أحمال البحث والإنقاذ حتى اليوم، وفي ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي. بما تفسر الحكومة هذا القرار رغم مرور ما يزيد على 15 يوما على الكارثة؟ نعم، يعني الأماكن المتضررة حقيقة كثيرة جدا، وربما هاتاي وأديامان ومرعش ربما فيهم أجزاء كبيرة جدا. مدينة أنطاكية تقريبا كثير، لم يبقى بيت لم يتضرر به إلا يعني البيوت الحديثة التي يعني جيدة الصنع التي بنتها التوكي مثلا، لكن باقي المدينة حقيقة فيها مشكلة. هذه نقطة. النقطة الثانية، البنى التحتية أيضا، وخصوصا الزلزال الأخير الذي ضرب في الأمس، أيضا أثر على عدة طرقات. شاهدنا في عبر التلفزيون كثير من الطرقات تشققت وتصدعت، وربما التصدع لم يكن ذو مساحة واسعة ولكنه ذو عمق كثير، لم تتضح يعني مدة هذا كم هذا العمق. طبعا هذا كله أيضا أظن هناك أيضا مسألة السدود، قيل عن سد كارا تشاي أو تلك المنطقة في تلك المنطقة في الجنوب، أيضا كان يوجد بعض التسرب لكنه بأموره بخير. إذا أظن هناك كثير من المعوقات اللوجستية ما زالت موجودة حقيقة حتى الآن. نعم. الطرقات تتصدع، هذا أظن هو السبب الرئيسي أولا في التأخير. هل أثر الزلزال الذي ضرب يوم أمس المدن المنكوبة على جهود الإنقاذ في تلك المدن؟ لا أظن، يعني أنها كانت يعني فرق الإنقاذ موجودة، نعم. وهذا كان ربما مساعدا جدا على أن تكون عمليات الإنقاذ سريعة، عمليات الإسعاف، عمليات المتابعة بشكل كبير. والحمد لله أن لم يكن هذا الزلزال في مناطق أخرى من تركيا، وإلا كانت ربما الكارثة أكبر بكثير، لأن تجمع الآفات والطوارئ والهلال الأحمر والإيهاها وغيره كلهم معروف في الولايات الجنوبية العشر. ولذلك يعني الحمد لله لم تكن يعني ربما زلازل أخرى في مناطق أخرى أيضا. الرئيس أردوغان منذ أمس في كهرمان مرعش رغم الزلازل التي تضرب المدينة، لماذا برأيكم يصر الرئيس على التواجد بين الناس رغم الظروف والوضع الصعب الذي يعيشونه هناك؟ أولا يعني الرئيس أردوغان هو معروف عنه بهذه الصيغة، يعني هو متغلغل من الشعب، حتى كان يقول أنا من يعني من هذه الطبقة، يعني لست من بعيد. ثانيا يعني هذا أمر واجب يعني من الناحية القانونية والأخلاقية والإنسانية، ولذلك هو موجود بشكل كبير. تلك المناطق حقيقة متضررة بشكل كبير، يعني لا يمكن وصف هذا الضرر، لا يمكن معرفة مقدار هذا الضرر على الصعيد النفسي على هؤلاء الناس، وعلى الصعيد حتى الاقتصادي رغم كل ما كتب عن الآثار الاقتصادية، من أن أكثر من 9.5 من ناحية الزراعة و 15% من الدخل القومي، كثير من الأرقام الكبيرة. وجاء زلزال آخر، أو الأحرى زلزالين، يعني أثار الرعب أكثر. لذلك يعني وجوده بحد ذاته هو شيء مهم جدا، إضافة إلى أنه يعني عندما أخذ المبادرة بزمام المبادرة بإعادة البناء وخلال سنة وما شابه ذلك، كل هذه العود تعيد الإحياء الأمل عند النفوس هؤلاء الذين أصيبوا بهذا الزلزال. أستاذ فراس، 10 ولايات ضربت بالزلزال المدمر الأول أو الزلزالان الأولان، وثلث بنايات كهرمان مرعش تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، إذا وأغلبيتها متهدمة أصلا. هل تتوقع أن تفي الحكومة التركية بوعدها أن تعيد بناء هذه المنازل خلال عام واحد رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها تركيا الآن؟ يعني أنا لا أعلم تماما أن كان بمقدورهم أن يبنوا خلال السنة 270 ألف وحدة سكنية وأكثر من 70 ألف ريفي، أرقام خيالية. يعني إعادة بناء بنى وأبني ومدن يعني ومناطق ريفية، لا أتكلم عن إعادة مدينة، لا
نحن نتكلم على 10 مدن وعشرات القرى، هذا رقم حقيقة كبير جدا جدا. حتى لو أنا برأيي حتى لو لم يتم البناء خلال سنة والانتهاء خلال عام، يكفي أن تكون الحكومة قامت بما يمكن القيام به، وإن تأخرت أكثر من سنة أنا أظن هذا كافي وهذا مهم. على الأقل الرجل أو المرأة أو صاحب البيت أو صاحب العقار يرى أن الإنشاءات أو البنى التي تخصه قيد الإنشاء وليست قيد على الورق فقط. هذا يعطي أمل كبير، هذا يعطي أيضا انطباعا كثير. أنا أظن أن خلال عام سيكون هناك مشروع سكني ضخم جدا، لكن هل سينتهي بعد عام؟ يعني الحقيقة وإذا ما ربما لا. تمكنت الحكومة التركية من الوفاء بوعدها، كيف سيكون الموقف منها؟ سيكون أولا يعني إنجاز ليس لتركيا بل في العالم كله. يعني ما أظن، يعني أن سمعنا عن دولة قامت بإعادة بناء 10 مدن بأريافها وقراها خلال عام، يعني هذا رقم خيالي جدا. لكن أنا أظن أن هناك قدرة، شركات الإنشاء قوية جدا، شركات الإنشاء، وأنا أظن أن سيكون هناك شراكات مع شركات أجنبية ربما أخرى لإعادة العمران، وهذا هو ربما الحل المنطقي والأكثر نجاعة وسرعة في هذا السياق. لأن نعم في نفس الوقت لن نتكلم فقط عن البناء، سنتكلم عن البناء ومحاكمة أيضا من قاموا بالفساد في مسائل البناء، سواء يتبعون للبيروقراطية أو للدولة أو للحكومة نعم أو للموظفين المقاولين الخاصين. مع كل هذه الجهود التي تبذلها الحكومة، تحاول المعارضة التهوين من هذه الجهود. برأيكم كيف ينظر اليوم الشعب التركي لهذه المناكفات السياسية في هذا الوقت الصعب الذي تعيشه تركيا؟ الحقيقة أنا كنت أتمنى أن لا يدخلوا في هذا السباق، لأنه يعني بصراحة ليس له أي داعي، لأن يعني الناس مثقولة وثكلة ويعني الجراح كثيرة، لكن للأسف هكذا يعني حروب الديمقراطيات كما يقال، وتركيا من هذه الدول. نعم لكن الكل يعلم أن أغلب المدن 10 أو 11، لأن أضيف إليها إليزار 11، كل هذه المدن باستثناء مرسين ربما وهطاي لم تكن بقيادة حزب العدالة والتنمية، بقيادة حزب الشعب الجمهوري. الآن يعني أنا أظن أن الوقت، يعني هؤلاء ربما سيصوتون مرة أخرى للرئيس أردوغان، لأن يعني وفق رأيي هذا أن الوقت الآن بحاجة إلى شخصية قوية. ربما التجديد والتغيير وما أرادوا وما يقولون عنه في الأخبار وفي النشرات والخطط الانتخابية قد يكون وارد، لكن ليس الآن، ربما في المستقبل، لأن الوضع الآن لا يحتاج إلى التجديد بل يحتاج إلى التمكين والتثبيت في هذا الأمر. أستاذ فراس، أنت قلت في نص إجابتك أن أغلب هذه المدن التي حصلت فيها الكارثة لم تكن تحت إدارة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رجب طيب أردوغان. هل هذا يعني أن من يقود تلك المدن قد فشل في إدارتها، والمعنى منها أنه سيفشل إذا ما وصل إلى إدارة تركيا؟ لا، أنا قصدت فقط ولاية مرسين وهطاي، أما المدن الأخرى هي صوتت للعدالة والتنمية. طبعا يوجد فشل في البلديات التي نتكلم على أنطاكية مثلا، نتكلم عن أبنية حديثة، ربما ملاطية وأضيمان ومرعش هي مدن فيها أبنية قديمة، وأغلبها التي هدمت فيها الأبنية القديمة باستثناء ربما غازي عنتاب التي فيها بعض الأبنية الحديثة التي سقطت، هي أيضا تحتاج إعادة، وهي طبعا تتبع لحزب العدالة والتنمية كبلدية. أنا أظن طبعا سيعاد التحقيق بشكل كبير، والأنطاكية التي تتبع حزب الشعب الجمهوري وأيضا مرسين التي لم يطل فيها كثير من الهدم بسبب يعني ضعف الزلزال فيها، هل سيعاد قراءة المشهد سياسيا هناك؟ أنا أظن ربما في أنطاكيا إذا نجحت الحكومة بإعادة هذا الإعمار سيكون التصويت لصالحها بشكل كبير في الانتخابات القادمة. أيضا في حال إعادة النجاح في العمران خلال سنة أو حتى أكثر بقليل، لن يكون هذا الأمر فقط لهذه المدن لصالح العدالة، أظن كل تركيا ستأخذ ربما بعين الاعتبار هذا الأمر، وربما يعيد التصويت لصالح العدالة والتنمية بشكل كبير في حال نجاحه.
الباحث الكاتب والباحث السياسي الأستاذ فراس رضوان أوغلو، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول. شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا إلى بانوراما الرافدين.